وسيدات اعضاء الجامعات الطلبه سيدات الساده صحفيون وصحفيات طبعا في البدايه نبدا انني اتقدم بالمعذره عن الصوت لان للاسف وعكه صحيه. طبعا اتقدم بالشكر الجزيل لسيد والدي وجماعيه يعني جميع اعضاء مع الولايه اللي قدموا لنا يعني الدعم الكامل باش عمليه التصويت ان شاء الله تدوز في احسن الظروف. فشكرا جزيلا سيد والدي. طبعا لابد ايضا انني اتقدم بالشكر الجزيل لجميع اعضاء مجلس جماعه الدار البيضاء ان شاء الله سوف يكون بداية خير علينا جميعا. مدينة الدار البيضاء تنتظر منا الكثير وكل واحد باسمه ان شاء الله سوف يتحمل مسؤولية للساكنة يعني كنشكرو اليوم بوضعو تيقتو فينا. وطبعا غادي نبداو ان شاء الله العمل. هناك عمل جيد ان شاء الله ينتظر الجميع. ف طبعا مدينة الدار البيضاء ترعرعنا فيها كبرنا فيها نعمل فيها هي عزيزة علينا كاملين وبالتالي تستحق وجودة الجميع. فإن شاء الله وأنا متأكدة لأن بهذه الجهود الطيبة للمجلس إن شاء الله سوف يعني يكون لنا واحد العمل اللي غادي نوفيو بوعود الساكنة وغادي نلقاو انتظارات ديالهم اللي كيكتبوها لنا باش نقوموا بها داخل المجلس.